اه معلش بس عشان صوت المكنه اللي على السريع ده لسه جاي من المشوار، ما بننامش والله. تمام، فبقولها وبعيدها للناس اللي بتيجي على الدراسه، واشكر كل الناس المحترمه اللي بتجري من بره يعني حتى لو بالتعليقات بالخير. فكان لازم امن الورك بيرميد بتاعي وعندي شركتي، فانا عشان خاطر كورونا وقفت نشاط الشركه ولكن ما لغيتش الشركه. يعني النهارده اروح اخد مكان واجيب عقد الايجار واديه للمحامي ولا المحاميه اللي معايا. الحمد لله معايا يجي 3 محامين وسبحان الله ربنا محننهم عليا بكتير بقليل، ما بيقوليش لا وبيتقفش معايا، كرم ربنا سبحانه قادر مقتدر. اروح الصبح اجر مكان واكتب عقد الايجار واقول للمحامي ولا المحاميه اتفضل روحوا رجعوا الشركه تاني وشغلوها، ترجع الشركه بتاعتي تاني. كل الجديد اللي اعمله ايه؟ ان انا هغرم ويجوا يصوروني في المكان الجديد لا اكتر ولا اقل. ده عشان الاخ اللي بيقول لي هو كده ابو صلاح كنسل لك هتروح مصر، يا عم اروح مصر انا راجل عندي شركتي الصبح شغالها، راجل متجوز 2، واحده المفروض ان تايلاند تتعاملك بالجواز المدني، انا جاي بجواز الاسلام. تمام، الصبح اجيب مراتي واخد فيستي على مراتي، جاي لي عيل اهو ان شاء الله ربنا يفرحكم باولادكم، اخد فيستي على ابني، حاجات كتير قوي. فمش للدرجه دي لكن اسهلهم حاجات كتير قوي يعني، انما مش للدرجه يعني. اما انا مش شغال عندي صلاه، انا كانت عندي شركتي وما زالت شركتي عندي والكلام ده كله، بس انا موقف النشاط بتاعها. اروح افتح العين اي محل وادي المحامي عقد الايجار يروح يفتح لي شركتي، كل اللي فيها ان هيجوا يصوروني في المكان الجديد. فهمتوا حاجه؟ تمام. الجماعه بقى المغيبين اللي قاعدين في تايلاند، مش عارف انتوا قاعدين في تايلاند مش عارفين قوانين تايلاند ازاي مش عارف. المهم يا حبيبي السيد مش قاعد مخالف، انا بلف البلد اهو وموجود الحمد لله، وبقعد في الشارع عند مطعم زوجتي وامها وقدام الناس كلها، لا انا هربان ولا انا اوفر ستي ولا انا مخالف، بس انا عارف القانون. انت بقى ما تعرفش، دي مش مشكلتي انا بقى، انت بقى مش عارف، الله يسهل لك بقى، احنا مش جايين نعلم هنا. تمام، دي قصه عشان احكيها، هي العمليه سهله، تقعد هنا ساعه في البلد وانت مش قانوني تسلو عليك، تعلم وضعك كذا 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 كذا. تمام، فالجماعه بقى اللي عاملين رقدلي على الفيسبوك، رقدلي على اليوتيوب عشان يمسكوا عليا غلطه، يا عم ده انتوا صغيرين قوي، ده الدماغ دي يا مشال البشر. تصدقوا تنوي بالله، والله الذي لا اله الا هو، انا حاسس اكني مليون راجل في بعض، مع ان المفروض الحرب اللي انا داخلها دي مش مكافاه خالص، يعني مفيش تكافؤ خالص، لا انا عندي فلوس زي صلاح ولا انا عندي معارف زي صلاح ولا انا حواليا، ما هو الناس بتتلمش على اللي عنده مال كتير، انما يصاحبوني انا على ايه ان شاء الله؟ هقول لهم قال الله وقال الرسول، اذا كنتوا ما بيصلوش، اذا كنتوا ما بياكلوا ببعض هنا. فالحرب اللي بيني او الحرب اللي بيني والحرب هي سبحان الله مش غيرها. الحرب اللي بيني وبين صلاح دي انا ما كنتش اتوقعها في يوم من الايام. يعني كنت اتوقع ان اي حد في الدنيا يضربني في ظهري. عشان كده كنت مأمن ظهري قوي. بس كنت حاطط ظهري في ظهري مين بقى؟ في ظهر المعلم صلاح. كنت انا هو ظهرنا في ظهر بعض كده، احنا قاريين فتح بس هو خان الفتح. وحلف بالمصحف، مش حلفت يا صلاح بالمصحف؟ ان انا زي ادهم وامين وزي جابر علينا ماليش فيها، ده حاجه قضيه توكل بها الله مش هي. مسكت المصحف على عينك، ما عليك. فانا كنت متوقع في يوم من الايام ان الضربه تجيلي من ايه؟ من اي حد. لكن من صلاح لا، فكنت مأمن ظهري، كنت حاطط ظهري في ظهر صلاح كده. شفت لما كل اتنين حاطين ظهرهم في ظهر بعض كده؟ وشهم للناس، انا كنت عامل كده. كنت حاضر في ظهر صلاح. فصلاح عمل ايه؟ قام جايب السكينه وقام رشقها لي في ظهري. صح يا معلم؟ يا ريت فلوس الدنيا. الله ينعل ابو الفلوس وابو الدنيا كلها اللي تخلي صاحب كان مع صاحبه وكان عامل اخوه عيش وملح وكان بيقول له انت روحي، وكان بيطلع قدام الناس كلها يقول صلاح 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 وفي الاخر كان معانا. تمام؟ ادعي ربنا انك تسمع، محدش ضامن عمره يا صلاح، مش انا اقولها لك، محدش ضامن عمره، ولا انت ضامن عمرك ولا انا ضامن عمري. ادعي ربنا ان في يوم من الايام تسمع مني كلمه انا سامعها.
وانا مش هقول لك عمري سامحتك الا ما تديني حق. يا رب تكون رساله بس. فسياحه ايه يا عم والكلام ده كله؟ ده انت جاي على واحد اتمرمط. انا واحد بدات نفسي بنفسي، لا مراتي عملتني ولا خدت فلوس من مراتي ولا نصبت على حد ولا عملت نصبة ولا عملت حاجة تغضب الرحمن الرحيم. انا راجل بادئ نفسي بنفسي. لكن الناس اللي انت بتتكلم عليهم، الناس دي قاعدة في مطاعمها تمام، يقول المحامي والمحامية خدي ادفع كذا، ما بيعرفش القوانين. انا بقى كنت بلف وبعمل وعندي الحمد لله كاريزما عالية شوية، لازم افهم طول ما اقعد في بلد زي دي، طول ما اقعد في تايلاند لازم افهم ايه يا تايلاند. فانا راجل عندي شركتي والورك بيرمان بتاعي طالع عليها تمام عادي. الصبح افتح المحل وعاد الايجار، ترجع لي شركتي تاني بنفس الورك بيرمان، سهله جدا. زي واحد بيقول لي ايه ده كده الورك بيرمان باظ، ده كل قاعدين لك هم بقى ورك بيرمان باظ ويرموه، وتيجي تروح عند واحد تاني يطلع لك ورك بيرمان. ده مين اللي قال لكم الاختراعات دي؟ انتوا بتضحكوا على الناس وبتضحكوا على نفسكم. انت في تايلاند بيطلع لك ورك بيرمان واحد، ما فيش غيره واحد اهو، ده ورك بيرمان واحد ما بيطلع لكش اتنين. ده واحد، شايفين ده كده؟ ده واحد اهو، ما فيش غيره. هنا كده التايلاندي كده اهو، ده شركه تبارك بتاع السيد سامي اهو، طلع عليها الورك بيرمان دي. هنا كده اهو، ادي بتاعت صلاح اهي، شوفوا بتاعت صلاح تخلص في كام؟ تخلص في 31/3 المفروض تقف، يعني الورك بيرمان ده شغال. محدش بلغني بحاجه لسه، اما يبلغوني قانوني خلاص اهو. دي بتاعت صلاح اهي تمام؟ اهي، ودي شركتي ولا شركة اهي، وادي شركتي اهي، ايقاف من الضرايب بس، وادي بتاعت بيانات شركة صلاح. ما علينا، لكن انت بيطلع لك ورك بيرمد واحد بس. لو النبي فاضيين لك انت بقى كل يوم تشتغل عند واحد يعمل لك ورك بيرمد ويجي يوقفوه لك ويلغي لك وتروح الصبح تشتغل عند واحد يعمل لك كمان ورك بيرمد. مين اللي قال لكم الفاتوا دي؟ انت جيت تايلاند واشتغلت بيطلع لك ورك بيرمد واحد، وتصير واحد بيتعمل لك ملف على مستوى طيب. كل اللي فيه مفيش حاجه اسمها يتلغي، كل اللي فيه ان الصفحات دي بيتجدد فيه. يعني لما اجي ارجع افتح المحل الصبح وارجع الشركه بتاعتي، شركتي شغاله، اشغل الضرايب بتاعتها، كل اللي فيها هاخد ختم من هنا ان تم عوده الشركه زي الختم ده كده. انا مش عارف الناس اللي قاعده في تايلاند دي بتفتي ولا ايه، وللاسف انتوا قاعدين بقالكم سنين اهو. شايفين دي كده؟ ايقافا موقف الشركة زي الختم ده، ايقاف هيقوم يديني ختم اهو تحت الشركة اشتغلت. كل اللي فيها ايه؟ هيجي يصوروني في العين الجديدة او المكان الجديد، خلص الحدود. المهم اشوفكم على خير، ويا رب تكون رسالتي وصلت. واي حاجة انا بسبب الفيديوهات بتاع امبارح اتواصل معايا اخ في بتايا، بحول الله كان محتار وعنده مشكلة، كان المفروض النهارده يقابلني بسبب الفيديوهات يعني اللي احنا بنعملها دي، فعنده ظروف. فان شاء الله ربنا يكرمنا، عندي مشوار بكره لبانكوك، هو معادي معايا الساعه 4، فاكون انا رحت وجيت، انا همشي الساعه 8 الصبح، اكون جيت من بانكوك خلصت مشواري واجي اقابله. وبعمل كده ابتغاء مرضات ربنا، ما اخدش من حد حاجه. المهم يا رب تكون رسالتي وصلت واختم بيها بس، ان ما تدخلش في الصلح بين الكلام ده على مستوى تايلاند كلها، وخصوصا بتاي، وخصوصا بتاي، عشان القرف كله مش جاي الا من بتاي، وخصوصا الناس اللي في بتاي. اللي ما تدخلش في الصلح بيني وبين صلاح، بقول لك اختشي يا عيب، ما تبعتليش حاجه على صلاح. بقولها وما زلت بقولها قسما بالواحد الاحد، الرسائل اللي جات لي بعتها لصلاح واستلمها. واي حد يبعت لي رساله على صلاح ومفكر اني هيستطفي الماء العكره، انت بينك وبين صلاح حاجه تحرم مع بعض، انا ماليش فيه. لكن تعملني انا كوبري وانطره عشان تدوس عليها، لا، ده اسمه جبن، ده اسمه ايه؟
ورسالة لصلاح وأي عربي موجود في تايلاند، إحنا ناس بنخافش إلا من ربنا. اللي هيفكر قسما بالواحد، اللي هيفكر يحط رجله على رقبة السيد سمير هقطم رجله نصين ومعاه زي ما هو عايز. احنا لحد دلوقتي ما عملتش حاجة. عارفين الضرر اللي بيحصل ده لو ما حد غير صلاح اللي واكل معاه عيش وملح وخان العيش والملح؟ عليا الطلاق ما كنت سبته. انت بتكلمش بتكلمش واحد هافي يعني؟ معلش يعني عشان نتكلم في الصلاح، ولكن انا ما كنتش متوقع الخطه، ما كنت حتى انا هو ضهر البعض. هو خان العيش والملح خلاص، ربنا بقى اللي قدامه مش انا، تمام. لكن لك قضيه عند صلاح، صلاح هناك. دي رساله. الرساله الثانيه، واحد يقول لي، في ناس تقول لك انا مش عارفين لك يا اخي افيا، انا راجل بقول الحق حتى لو كان مر. الناس بقى الحاجه الثانيه من الوساخه بتاعت الناس اللي بتتاني. ايوه بقول اللي بتتاني ليه يزعل؟ يزعل ازعل، وريني تعرف تعرف من ايه. الضم من تراخ تقام واحد اهوت، انا انا بطولي ومعايا ربنا. الوساخه بعدها الوساخه، في وساخه. الراجل المسلم الموحد بالله ما يشماتش، الشماته وحشه، ربنا يكفينا شر الشماته. كلام وصل؟ وصل ده حتى من الشماته وحشه. هتقابله ربنا وهتدفنه وهتتحط ورا جامع طاعه الله، انك مش هيروحوك، تمام؟ فخلي الناس وهي بتصلي في الجامع يعدي عليك واحد يقول الفاتحه لفلان، بدل ما يجي لك واحد انت ظالمه او متكلم عليه يصلي في الجامع ويجي يقول حسبي الله ونعم الوكيل، وانت هتبقى تحت التراب هتقول يا ريتني. هو بيحاسبن عليك والملائكه بتدبك على دماغك وبتقول لك اهو بيحتسب عليك اهو، بدل ما يقرا لك الفاتحه. يا رب تكون رسالتي وصلت، انا ما حدش يتدخل في دي خالص. شكرا، انا معايا ربنا، ان معي يا ربي سيهدين. صدق الله العظيم. ويعني كده اللي هيعمل حاجه تاني ما يزعلش لما اطلع على العام واقول اسمه، هقول فلان بيقول لي كذا، فلان اسمه ربنا امر بالسبب. طيب والناس هتقول لي ليه يا سيدي؟ اقول لكم يا جماعه، حاجه وسخه ولا حاجه وسخه؟ انا سموني سيد العمده ليه؟ عشان كنت بصلح بين الناس. فواحد قال لي انت عمده، طلعت عليا الاسم ده، عمده بدون اطيان، خلي اطيان، تمام؟ عمده بياخد اجره من ربنا، فقال لي انت العمده. فكنت بصلح الناس على بعضها، ولو في واحد في زنقه كنت بلم من الناس كلها عشان نساعد. بدل ما يتدخلوا في الصلح مثلا، او يعني الكلام ده كنا مسلمين، لا. عملوا ايه بقى؟ كل واحد ليه حكايه، بقى يبعت لي على صفحات وهميه، في اجارين عليه بالتليفون ما يردش عليا، ارن عليه تاني ما يردش، يقول لي معلش لسه مش هينفع دلوقتي ان انا اقول ان انا اكلمك، ولا ايه بيبعت لي في ايه؟ بيبعت لي في حاجات تزعل، وجايب اسرار ناس واسماء ناس وحاجات الله اعلم انا ما شفتهاش. عيب عيب، انتوا ليه؟ هو انتوا عشتوا في البلد دي ما قابلتوش حد نظيف؟ فحاطينكم في دماغكم ان كل الناس وسخه؟ يا عم انا نظيف وبخاف ربنا، مش ضامن والله، والله ما ضامن اشرب شويه الميه اللي دومت كنت اشربهم ولا لا. هتموت والله، هتموت وهتقابلوا رب كريم. يعني عيب. فانا قلتها اللهم ايه؟ اللهم ايه اللي بلغت؟ اللهم فاشهد قسما بالواحد الاحد، اي حد يبعت لي حاجه على صلاح لابعتها لاخوه على الواتساب او ابعتها له على الانستجرام، ايا يكن هبعتها هوصلها بطريقه محدش يزعل مني. وتحياتي للناس المحترمه اللي دايما ما بيتكلموش الا في الخير ويهدوني ويقولوا يا سيد طول بالك معلش. والناس دي بقى تمام سبحان الله بيكلموا صلاح ولا صلاح بيكلمه. المصيبة السودة ان الناس اللي صلاح زعلان منها هم اللي بيقولوا لي طول بالك، والله يا سيد لو احنا بنتكلم صلاح لكنا صلاحنا. والناس اللي صلاح بيحبهم واكلين شاربين معاهم مش عارف اقول لكم على حاجه، شفتوا على صلاح رسالتي وصلت يا رب القاسم ده مسلم. محدش يتدخل، اللي ما يتدخلش في الصلح ما يبعتليش رسائل، عشان ده مش شغل رجاله، ده شغل نسوان. السيد سمير راضي مش محتاج حاجه. انا قدكم كلكم، مش صلاح بس، انا قدكم كلكم في الحق. انا قدكم كلكم ايه؟ في الحق. ومعايا ربنا.
شكرا للناس المحترمه، والناس المحترمه اللي خايفه عليا ما تقلقش، ما تقلقش على اخوك، اخوك قلب ابيض وربنا معايا، ربنا مع المظلوم. ثلاثه لا ترد دعواته، الصائم حتى يفطر امام عادل، والصائم حتى يفطر ودعوه المظلوم، ليس بينها وبين الله حجاب، تطلع زي البر. فانا معايا ربنا، ما بخافش، خاصه لما ربنا، لان مفيش حد ينفعنا لو يضرنا الا ربنا. اهم حاجه ان ايه، ما افتريش على حد ولا اظلم على حد. تخش الطرق كده، اول ما تخش هيقول لك ذهبوا وتركوك، مش وصابوك، وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبقى لك الا انا، وانا الحي الذي لا اموت. ربنا يقول لك كده، ويرجع يقول لك لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره. المهم عشان ايه القضيه تبقى انحلت، اللهم اني بلغت. عيب عيب عيب، مش هقول اكتر من كده، اللهم اني عشان محدش يزعل مني. لما اذكره هطلع واذكره، والله العظيم هطلع اذكره، حق اليوم المفترضه دي، هطلع اقول فلان بيقول لي كذا، فلان بيحرجني على صلاه، فلان بعت لي رسائل كذا، هطلع اقول قدام الناس ووصلها لاصحابي. بينكم وبين بعض حاجه، مش السيد سمير. بص هقول لكم على كلمه كمان عشان تحطها في راسكم، عشان من الناس، عشان على السريع عشان الحق اوصل. استغفر الله العظيم يا رب. فوت امري ليك يا رب. مش عارف دول ايه، مسلمين ولا ايه، عبادك انت حر فيهم. هقول لكم كلمه قبل ما اقفل الحلقه. انا مش هامن لحد تاني ابدا، قسما بالقران ومن انزله، ما في بني ادم عربي في تايلاند انا هامنه. بعد اللي صلاح عمل وخيانته ليا، ما بامنش لحد خالص. اللي هسلم عليه هعد صوابعي، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، لا يكون خد منهم صباع في ايده وهو ماشي. انا ما امنش لحد الا صلاح، وما جاتليش الضربه الا صلاح، فبعد كده مش هامن لحد، وما بامنش لحد. كلامي واضح؟ السلام عليكم.